من أجل أن تتبوأ السياحة العلاجية في الدول الإسلامية مكانتها على خريطة السياحة العالمية، استضافت العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الدولي الخامس للسياحة العلاجية في البلدان الإسلامية. غرفة تجارة وصناعة عمان شاركت في المؤتمر وأعلنت عن رغبتها في استقطاب الاستثمارات بالقطاع السياحي والصحي، داعية الدول والشركات الرائدة المشاركة في المؤتمر إلى اغتنام المزايا والحوافز التي تقدمها سلطنة عمان للمستثمرين في هذا المجال. هذا المؤتمر يتميز عن بقية المؤتمرات، يجي بعد سنتين مباشرة من فترة جائحة الكورونا، ويعطي أهمية للقطاع الصحي بالمقارنة عن السنوات الماضية، لأن خلال هذه الجائحة تعلمنا أن هناك يعني شيئين مهمين يجب أن نركز فيهم، وهذا يتماشى أيضا مع رؤية 2040. الرؤية الأولى هي أن القطاع الصحي مهم جدا، والثاني أن الأمن الغذائي. فاليوم نحن نحضر هذا المؤتمر، وحضرت بعض الجلسات وأيضا ألغيت الكلمة ووضحت لهم أن عمان يتوفر فيها مناطق مهمة جدا يمكن أن نستفاد فيها كعلاج صحي ومنتجعات صحية يقام فيها. وشهد المؤتمر مناقشة أوراق عمل عن السياحة الرياضية إضافة إلى سياحة الطبيعة والغذاء الصحي، كما ضم جدول أعمال المؤتمر مناقشات حول إدخال فرص الاستثمار في السياحة الصحية لأفضل الشركات الناشئة، وقدرات التعاون بين الدول الأوروبية والإسلامية لتعزيز السياحة العلاجية وتوسيع العلاقات الدولية في مجال نقل المعرفة التقنية وتبادل الخبرات في صناعة المعدات الطبية والمخبرية. نتطلع إلى التعاون مع سلطنة عمان في القطاع السياحي وعلى وجه الخصوص السياحة العلاجية، ونطمح إلى تبادل الخبرات في هذا المجال لما تمتاز به عمان من طبيعة استثنائية ومقومات بيئية وحوافز للاستثمار في القطاع السياحي. وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض لخدمات ومنتجات الشركات الدولية الرائدة في السياحة العلاجية، وتبادل المشاركون فيه وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في سلطنة عمان والشركات الدولية في السياحة الطبية والعلاجية. ويوفر المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات بين الدول والشركات الرائدة في مجال السياحة العلاجية، وذلك بما يتناسب مع الرؤية المستقبلية عمان 2040، حيث يعد القطاع السياحي ضمن القطاعات الواعدة المعول عليها في توجهات التنويع الاقتصادي. محمد جواد الأربلي، طهران، تلفزيون سلطنة عمان.